ليست مفاجأة أن تخسر مهما كان وزنك، فكلنا يعلم أن المستديرة لا صديق لها، وليس غريبا أن تتلقى في 24 دقيقة 3 أهداف، فهنالك فرق عادت بأقل من هذا الوقت، ولا يهم إن حدثت الأخطاء في بداية اللقاء ما دام هنالك وقت طويل للتعويض، ولكن ليس معقولا أن تكون حامل الرقم القياسي لمسابقة الدوري ب 14 لقبا وشباكك تتلقى الأهداف تباعا، وليس مقبولا أن تكون المتوجة قبل أيام بمسابقة الكأس وتنهي الشوط الأول متأخرا ب4 أهداف وهدفك الوحيد جاء من ركلة جزاء تحوم حولها الشكوك. والعجيب أن فريقا وصل في الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لا يملك خطوطا مترابطة، كل الجهات منهارة والدفاع بلا تنظيم والحارس وحيد أمام كرات سليمان ستام، والأغرب أن الروح كانت غائبة والمسؤولية فقدت مع الثلاثية الأولى. نعم، هذا هو الجزء الأول من قصة المواجهة المثيرة بتفاصيلها بين المنتصر شباب بلوزداد والمهزوم شبيبة القبائل، والسيناريو في الجزء الآخر لم يختلف رغم محاولات المدرب الوطني رشيد بلحوت بلملمة الأوراق وعلى الأقل الحفاظ على ما تبقى. سليمان يعود مجددا وهذه المرة لإحراز الخماسية، بلوزداد يقصي على ضيفه الجريح، فالهدف الأكبر هو استعادة اللقب الغائب منذ عقد من الزمن. 3 تمريرات فقط والكرة تصل إلى الهدف، وطبعا اللمسة الأخيرة هي لمسة الهداف السليماني الذي لن ينسى هذا اليوم وهذه المباراة تحديدا، فهو يحقق الخماسية الشخصية رغم أن الهدف الأخير جاء من حالة تسلل واضحة. السليماني اكتفى بالتهديف والمدرب الأرجنتيني غاموندي يطالب بالمزيد، والمزيد يأتي أيضا. نعم، إنها الكارثة بالنسبة لرشيد بلحوت والذي لم يتحمل الصدمة فسقط متأثرة. بلوزداد بأقل مجهود ينال أكبر نتيجة هذا الموسم، وخسارة هي الثالثة على التوالي وربما هي الأعنف في تاريخ القبائل. سلامي مناصير، صدى الملعب. أول